السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم في إسماعيل توك وحلقة جديدة من بيوند ذا فريم لازلنا في شهر الانتصارات في شهر أكتوبر وما كانش ينفع أبدا أن الشهر يعدي من غير ما نحتفي ونحتفل بصحفي مصور جميل ومتميز ومن العيار الثقيل من غزة الحبيبة من فلسطين صحفي المصور الصحفي مصطفى حسونة هو شغال من 2003 كان بدا كمخرج صحفي وبعد كده بقى مصور صحفي حر 2012 انضم لوكاله الاناضول التركيه 2015 اختارته من ضمن خمسه صحيفه الجارديان كاحد اهم المصورين المؤثرين في العالم خد جوائز كتيره جدا 2008 و9 و12 و14 في الحقيقه لو قعدت اذكر الجوائز اللي خدها هنخلص الحلقه كلها لكن ممكن نقول ان هو سنه 2016 خد جائزه بايو العالميه من كولومبيا 2018 اخذ جايزه سوني ولايكا و2019 خد اربع جوائز من الاي بي كلهم مراكز اولى وطبعا بقى يعني ام الجوائز بالنسبه ودي حلم لاي مصور صحفي في الكون اخذ الورلد بريس فوتو سنه 2020 بنرحب النهارده بضيف عزيز وغالي اهلا وسهلا بيك نجمنا مصطفى حسونه مصطفى حسونه اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك اهلا بيك. منورني في اسماعيل توك النهارده. الله يخليك ده شرف ليا والله. والله شرف كله ليا. الاول عاوزين نتعرف على حضرتك بما انك انت مقل جدا على السوشيال ميديا يا ريت تعرفنا بيك. مين هو مصطفى أه... حسونه؟ انا اسمي مصطفى حسونه أه عمري 44 أه طبعا مواليد غزه وعايش بغزه. بشتغل كنت مخرج صحفي مخرج جرائد يعني جرائد ورقية ب 2003 كنت كنت اخر شيء بشتغل فيه مخرج اشتغلت بال 2005 حولت لفوتوغرافر اشتغلت كثير مع وكالات فريلانسر لحد ما يعني بفضل ربنا اثبت نفسي اني اشتغل ستاف في وكاله يعني وكاله عالميه كانت بال 2012 اشتغلت بوكاله الاناضول التركيه واستمريت بالعمل معها الحمد لله فضل ربنا كثير تجربه رائعه ومستمر في العمل معهم بالـ بال 2000 طبعا ب 2004 2008 2009 كان في حرق عدوان على قطاع غزه شن الاحتلال حرب 2008 2009 غطينا هاي الحرب وبال2012 غطينا حرب بعدها كانت اكثر شراسه من هذه الحرب وب2014 كانت الحرب الاكثر دمويه طبعا ب2020 2021 كان في حرب ايضا اخرى يعني بتحكي عن اربع حروب غطيتها ب بغزه بفتره عملي هذا الامر بيعطيك يعني نوع من الخبره للاسف بمجال تغطيه العمل الصحفي في المختص بالحرب يعني ب 2024 العام ب 2023 العام المنصرم للاسف كان بداية الإبادة على قطاع غزة بدأ, بدأ الاحتلال بشن حرب ما يعني ما بتخطر في بال بشر من ناحية عدوانيتها بدأ بكثافة نارية غير مسبوقة يعني أو غير معهودة لا بالتاريخ ولا, ولا على أرض الواقع سمعنا لا سمعنا عنها ولا, ولا يمكن يتخيلها عقل فبدا عملنا كصحفيين اول الناس انه احنا نبدا نجتهد ونغطي هذا العمل ب 2000 باخر شهر 12 الحكومه التركيه بما انه بشتغل بوكاله انباء تركيا تابعه للحكومه التركيه تم اجلاء الرعايا او الموظفين التابعين للمؤسسات اللي تابعه لتركيا يعني كان فضل ربنا انه قدرت اعمل اجلاء لأهلي وغادرت قطاع غزه طبعا غادرت مرغم والله لانه كان واجبنا نحن نضل لكن عندي بصراحه عائله كبيره كان الاهم عندي انه انا احاول اطلع هدول العائله كان في مخطط العوده لغزه ولكن تعرف انه كان في منع للعوده ولحتى الان المعبر مغلق تمام ان شاء الله تبقى يعني العوده لحضرتك وال إن شاء الله. يعني باذن الله تبقى العوده لحضرتك ولكل اهالينا مره تانية انت بقالك تقريبا بنتكلم في 21 سنه صحافه كلهم يعني ايه مصور صحفي مبدئيا ويعني ايه عفوا ويعني ايه مصور صحفي في الحرب تمام. الآن يعني لو لو فرقنا بين مصور صحفي عادي وبين مصور حرب. آه المصور الصحفي العادي رجل ديكمانتري يعني ممكن يوثق كفيلم يعني زي زي مخرج آه تلفزيوني زي زي أي شخص عادي بيتناول القصة وبيسردها بطريقة اللي يوضح للمشاهد آه الفكرة تبعته من من خلال هذه الصور. لكن الصحفي اللي, اللي بيغطي حرب طريقته بالسرد مختلفة تماما أولا ثانيا من ناحية الأمن من ناحية الأمن والأمان على, على نفسه يعني هذا أمر مختلف تماما عن صحفي عادي هذا شيء وشيء ثاني انه لما بتكون تغطي بحرب ايش بدا ايش بدا يعني كيف اوصفها انه بتكون البلاغه في الصور مختلفه عن عن صوره عاديه يعني عندك أسلوب مختلف عن طريقة سرد لقصة وثائقية ماخد راحتك راحتك فيها. تمام. تمام، طيب كونك يعني مصور صحفي بتغطي أحداث يعني دموية في وسط أهلك. إزاي بتقدر تفصل كونك مواطن في البلد دي وكونك يعني حد عنده مهمة صحفية ومطلوب منك تغطيها؟ طبعاً, طبعا بنتكلم في بدايات التو... بداياتك لغايه اخر حرب غطيتها. تمام. الان انا يعني عاوز اشبه الموضوع الصحافه بموضوع بالطبيب. الان الطبيب باي لحظه ممكن تتصل عليه بحاله طوارئ تقول له انا محتاجك ولازم تيجي. من يعني من من واجبه المهني انه هو راح يترك كل شيء ويجيك يغطي. وكذلك كذلك دور الصحفي انت باي لحظه تحت الطلب يعني بتواجه مشكله بالعائله طبعا هذا شيء اكيد شيء مفروغ منه لانه عفوا 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 يا ذكرت كونك زي الطبيب فانضم لنا على البث بتاعنا على الانستجرام الدكتور آه توفيق آه وهو من الناس اللي عملت عمليات قياسيه في غزه يعني الراجل كان بيقع بينهار من كتر العمليات فبنوجه له التحيه ولكل الشرفاء اللي بيقدموا يد العون حتى لو بدعوه او بكلمه طيبه يعني اتفضل حضرتك انا طبعاً. اسف طبعا بنوجه له الشكر اللي عمله ده عند ربنا بالنهايه يا رب يكرمه عند ربنا اتفضل طيب نحن نرجع لموضوع ان احنا مشبهين آه. الصحفي في في, في الطبيب الان الطبيب باي وقت وبأي زمان انت بتتصل عليه تقول له تعال انا عاوزك حيجي مش مش حيخلف لانه لو اخلف هذا اسقط شرط من شروط المهنه تبعته، كذلك الصحفي انه باي لحظه هو تحت الطلب فما بالك انه يكون بغزه، غزه عباره عن صفيح ساخن، يوم ما يهدى ويوم ما يكون هادي وما في مشكله بالنسبه للناس العاديين، نحن بنكون ندور على قصص ثانيه من وراء ال... من وراء الشاشات يعني من وراء الاعلام اللي الناس ما بتشوفه انه في حياه ثانيه كمان نحن بنبحث عنها، فبالتالي الصحفي معظم وقته في غزه انا بحكي عن غزه تحديدا، معظم وقته مشغول، طول وقته معبى يعني يكاد انه ما بياخذ اجازه. فمعاناته مع اهل بيته اكبر من اي شخص او من اي صحفي اخر. لكن وانت وانت بتغطي لحظه وقوع قنبله مثلا ووقوع ضحايا وانت مطلوب منك وغصب عنك لازم تغطيها ازاي بتقدر تفصل بين مشاعرك الانسانيه وعملك وحرفيتك كمصور صحفي؟ بص هو انت صعب تفصل يعني هذا الا اذا كنت يعني منزوع الانسانيه ب... بموضوع انك تفصل ما بين انسانيتك وما بين مهنيتك هذا أمر معقد يعني أنه أنا مثلا شايف أطفال أشلاء تمام يعني أنا من تلقاء نفسي للحظة من اللحظات بتنزل الكاميرا أنه أنت عينك بتدمع بس ما بتورجيها للعالم يعني بتضلها جواتك بس أنك تفصل تماما مستحيل بس لك تمسك نفسك نفس ما أنا شبهت لك الأمر مثل الدكتور الدكتور لما بيشوف اشلاء بنهار وبيوقف عن العمل ما راح ينهار ويوقف عن العمل راح يكمل عمله ويستمر انه يطبب هذا الجرح يكمل عمله انه يداوي هذا الجرح وانا هنا دوري لو انا استسلمت ونزلت هاي الكاميرا ما صورت هذا المشهد ما راح يشوفه الناس صح بالتالي انه انت واجبك انه مشاعرك ما بدي اقول لك تحطها على جنب لكن بدك تكون كمان انت قادر على العمل الفرق بينك وبين غيرك انه انت اخترت هذه المهنه بالتالي قادر على انك يعني تلبي شروط ومتطلبات هذه المهنه. تمام هسا اسمحك ناخذ بعض التعليقات اللي جات لنا على إنستغرام وعلى الفيسبوك آه معانا آه مصور صحفي برضه احمد حسب الله بيقول لك ابو المجد الكبير ومعانا الاستاذ اديب العاني رئيس اتحاد المصريين العرب بيقول لك تحياتي تحياتي لحضرتك يا استاذ اديب وبيقول لك تحياتي لضيفك الشجاع الجميل. الله وبعض بعض التعليقات اللي جات لنا على الفيسبوك مروه الشاذلي مساء الخير منورين يا فنانين قلوبنا معكم اهل غزه الفنان محمد عطيه بيقول لك منورين الفنانين المحترمين ودعواتي وقلوبنا مع اهل غزه وفلسطين وربنا ينصرهم ان شاء الله ان شاء الله برضو الفنان محمد يونس بيقول لك تحياتي لكم ومش عارف فنان او فنانه مجد مجد هي او هو ده ابني ابنك مجد ما شاء الله بيقول لك رافع راسنا والله يا بابا انا واخواتي ورفع راسنا كلنا في الحقيقه الله يخليك يا رب آه احمد عبد الكريم بيقول لك ربي يوفقكم وينصركم طيب ومجد. احنا هنستكمل مع حضرتك الحوار واستأذنك نعرض نبتدي نعرض بعض من اعمالك وعشان آه مهم جدا برضو احنا بنتكلم مع مصورين آه يبتدي ياخدوا خبرات في الحالة دي أنت إزاي بتتعامل مع الموقف؟ سواء هل أنت مثلا أخذت تدريب عسكري صحفي بحيث تتعامل إزاي في الحالات دي ولا لأ؟ مثلاً يعني. يعني المضحك المبكي إنه أنا أخذت دورة مراسل صحفي أو مراسل حربي، مراسل صحفي حربي بعد ما خلصت الحرب، يعني من شيء ثلاث شهور بس أخ... من شي شهر واحد بس كنت مخلصها، أما قبل كده والله ما كنت أنا ماخذ بس لما تحكي عن حدا غطى خمس حروب يعني من بتلقاء نفسك راح تلاقي نفسك في, في, المواجهه انك تعرف تعرف كيف تتحرك يعني وين تاخذ ساتر وين تاخذ مكان اكثر امن امن بس لما بتحكي عن مواجهه الاحتلال او لما بتحكي عن حرب مثل الموجوده حاليا اللي, اللي ما زالت مستمره والله ما في شيء بيمنعك ان ما بحفظك غير ربنا يعني لانه العنجهيه والبطش والقوه المستخدمه مش قوه مفرطه وبس لا وكمان لازم الفت نظر هنا كل اللي بيتابعنا ان في استهداف للصحفيين وده موفق دوليا تمام مش حاجه مش حاجه احنا بنرصدها يعني صحيح. يعني انت بتحكي على, الهو... على الهواء مباشر كان في قصف لزملاء وانت بتحكي عن أربعة عن 174 شهيد صحيح قدمتهم الصحافه فس فقط رجال وعشان كده التصوير والتصوير الصحفي هو فعلا يعني مهنه البحث عن المتاعب ورساله مهمه جدا و... جدا لان بدون الصوره احنا ما كناش هنعرف حاجه خالص بالضبط احنا عشان نوضح موضوع الصحفيين الان الصحفيين لما بنوصل لمرحله المعركه يعني مرحله الحرب بيبدا الخطوط الاولى بتبدا بالكاميرا مان والفوتوغرافر اللي هم شخصين هذول شخصين ما ما صحفي يعني ما في مراسل ولا في حد معاهم هذول اكثر صحيح. اثنين بعالم الصحافه موجودين في الامام بالتالي هذول اكثر ناس مو يعني موجد... معرضين للضرب يعني لو انت لو لو لاحظت مين الناس اللي عمال بتتصاوب، مين الناس بتستشهد، هم فقط هدول الـ 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 المصورين الناس اكثر ناس دي حقيقة دي هم هدول الناس لانهم هم بالخطوط الاولى. لو حكينا عن عدد شهداء وعدد مصابين من في مجال م. الاعلام ما راح ننتهي لانه للاسف العدد كان هائل السنه الحرب هذه الفنانه إيمي ديب بتقول لك رافعين راسنا والله واهل غزه يصعبوا علينا طريق الجنه الله ينصركم دعواتنا لكم لا تنقطع ومهنه المصور الصحفي او مصور الحرب من اصعب المهن واختارها ربنا يحفظك ويحميك شكرا حضرتك انا طبعا انت عندك اعمال يعني في الحقيقه الساعه بتاعتنا في اسماعيل توك مش هتكفي فانا حاولت اخد بعض من الصور اللي هي برضو يعني يعني ممكن احنا ننشرها عشان تعرف بيحضر معانا بنات واطفال فمش عاوزين يعني ان آه، أثر سلم. في اثر سلبي الدم اه يعني لحد ما لكن طبعا الصوره دي انا يعني وجعت قلبي صحيح لكن لمست قلبي جدا 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 ممكن تحكي لنا حياتك دي... عن الصوره دي وكواليسها الصوره ب... بمساير بمثا... بمثا... العوده ع... بال 2018 في بدايه مسائر العوده على الحدود الشرقيه لقطاع غزه طبعاً. كان طبعاً. الفلسطينيين بي... بيعملوا اعتصام سلمي بالحجاره طبعا على الحدود لاجل انه يضل العالم شايف انه في قضيه هنا مستمره طبعا الجيش كان بواجههم بكل قوه يعني بواجههم بالرصاص الحي واحيانا بقنابل الغاز طبعا انا اصبت بقنابل الغاز اربع مرات طب الصوره دي كانت يعني هي امراه اللي فلسطينيه اللي هنا عمال آه. انت شايف يمكن دخنه سوداء اه فوق الدخنة السوداء هاي بيولعوا اعجال المطاط الكوشوك تمام هذه بتطلع يعني لما بتولعها بتطلع دخنة سوداء دخنة السوداء دخن السودا هذه بيستخدموها الفلسطينية عبارة عن ساتر بيقف وراه مم. أوكي. بتسوي حاجب للرؤية ما بينه وما بين الجنود الموجودين في الطرف الثاني تمام هي هي واقفة على مكان رمل في غبرة مش بس آه. رمل كمان في غبرة والغبرة اللي طالعه دي طالعه منين ايوه عماله بتحاول هي بتحاول تنفر هذا الغبرة لانها تعمل هي. غيمه غيمه في حواليها اللي هي فيها. ايوه هي طبعا ظهرها انحنى زي ظهرنا على اتجاه غزه ووجهها مقابل الجنود اوكي تحياتنا ليها ولكل اخواتنا وبناتنا وامهاتنا فنان ابراهيم نبيل بيقول لك تحياتي لكم وتحيه خاصه للفنان مصطفى اهلا بك إبراهيم. ابراهيم ده بنفس المكان برضو على الحدود آه. الشرقيه لقطاع غزه في المسائر العوده تمام طبعا المسيره دي يعني لها رمزيه وان والله شاء بصراحه كانت لها رمزيه كبيره بقى لكن يعني راح لنا فيها شباب كان الجيش بيستهدف الناس ما بيقتلهم لكن بيصيبهم باعاقات فراح كثير الاف 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 الشباب اصيبوا باعاقات نتيجه هذه المسائر طبعا الثمن اللي اندفع بالمسائر هذه لانه يضل قضيتنا شغاله يعني العالم يسمع صوتنا طيب انا بس رجاء اول مره في الحقيقه يعني بارجو من حضراتكم اللي حاضرين معنا لان عندي مشاكل في البث طبعا كالعاده للاسف لما بنناقش النوع ده من القضايا فاذا حد من حضراتكم يحب او يستطيع ان هو يعمل شير عنده هكون ممتن جدا جدا ها طبعا فضل. نفس المكان بس يعني هذه كانت لها قصه الست الست هذه هذه مجهزه حالها انها لابسه لبس بيسموه تراثي يعني لبس من النقب منطقه اسمها النقب هذا اللبس تابع لهذه المنطقه التوب التوب الفلسطيني تبع أيوة. منطقه اسمها النقب هو تمام؟ التوب الفلسطيني مختلف من منطقة, منطقة الاخرى ايوه لكل منطقه له توب فهذا التوب لمنطقه اسمها النقب وهي لو يعني لو الصوره كامله في 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 ايدها صره صره يعني حامله اغراضها وبتعتقد انه انه خلاص راح ترجع يعني <applause> فهي رايحه الحدود على انها راح ترجع احنا يعني طبعا مع خالص احترام لحضرتك دايما انا العبد لله المتواضع الغلبان الفقير الى الله عندي امل وبفكر بشكل ايجابي والناس دي بتدينا امل انا مش محبط ابدا ابدا يعني يعني بكل بساطه بكل تعقيد وبكل بساطه هم خلص عندهم فكره انهم حيرجعوا يعني تمام يعني من غ... مهما اوضح لك الامور معقده لكن هم عندهم بكل بساطه انه خلاص حنرجع عندهم يقين بالزبط. تمام آه برضو انا هنا نفس المكان برضو تمام برضو انا مركز على فكره العلم وفكره الصوره هذه ضمن الصور الفايزه بجائزه سوني هذه أوكي. ضمن هذه الصوره هذه تمام. ضمن يعني واحد من آه. الصور الفايزه طبعا جائزه سوني جائزه كبيره ابراهيم نبيل بيقول لك عاوزين دوره في التصوير الصحفي ابراهيم ده انا طلبت منك تعلمني حاجه في صوره بقالك 10 سنين ما علمتنيش جاهز والله انا جاهز لا لا ما تعلموش حاجه ده بخيل ما بيعلمش اي حد ده ده مخلص وراجل مخلص يعني وفاتن بس ما بيعلمش حد لا حاجه لا انا بقول انا ب... وانا بحترم عمله والله انا بقولناش حاجه انا بحترمه بس ما بيقولش لا. حاجه عم حسسني انه معاه الاسرار الذريه ما علينا خش <applause> على اللي بعده اه هذه الصوره يعني احتجت مجهود كبير بس اعتقد انها من الصور المميزه. لانه في مكان زي هذا انت بتعرف يعني في اطلاق نار فصعب تاخذ صوره في مكان زي هذا في مكان في خطر زي هيك بصوره بالتقنيه هذه انت مش مبين وجوه بس يعني ماخذ السلويت صح، ماخذ الصوره في مكان صح. تمام هذا بيتطلب منك مجهود كبير انك انت تقدر تبرز هذه الصوره بعمل فني يعني. صحيح أه وعشان كده ده برضو ممكن يكون في إجابة للسؤال بتاع إيمي بتقول لك هل التغطية الصحفية أه بتختلف من حرب الأخرى وهل حضرتك بتختار كادرتك ولا بتكون وريدة اللحظة أو أحيانا بص يعني من حرب الأخرى بتختلف صحيح لأنه بصراحة ما كانش في حروب سابقة بشراسة هذه الحرب الحالية يعني الحرب الحالية ما ضل حجر في مكانه لا شجره ولا حجر فما بالك في الانسان اما بالحروب السابقه كان في مجال انه يعني نوعا ما نتحرك ما كان بالشراسه هذه وعن سؤال يعني انت في إنه رس، رس الاحداث دي بتبقى واخد مثلا موقع معين بحكم خبرتك مع... متوقع ان يحصل فيه احداث معينه بالضبط بالضبط انت شوف لما تكون مكان هذه من النصايح اللي يعني بت... تستدركها بمع... مع مع خبرتك في العمل اولا لازم تكون فاهم لغه الناس المحيطه وفاهم شو المشكله اللي هم مواجهينها وفاهم لو هدول الناس بدهم يعملوا هروب من وين بدهم يشردوا من وين بدهم يهربوا تمام ولو جاء المسعف الاسعاف من وين بده يسعفهم بالتالي بتصير انت عندك خبره وين توقف عارف انهم بيشردوا من الش... من الطرف هذا بتوقف من الطرف الطرف هذا وبتوقف عكس عكس المطلوب يعني انه انت تكون فاهم ايش الجغرافيا تاعت المكان هذا شيء مهم جدا بعد ما تكون انت خلص الميت في القضيه او في الجغرافيا المكان بصير تبني فكره كيف تاخذ هذه الصوره يعني مش وليده اللحظه وليده اللحظه وارده الصوره اللي بتيجي عفويه ولحالها هذه وارده هذه اجمل الصور بتطلع منها بس كمان انك انت تبني صوره خاصه فيك محتاجه انك تكون يعني عندك درايه بالمسرح الموجود عندك درايه بالمسرح متوقع رد فعل اللي هيحصل من الناس الموجوده سلوكيات يعني رو... لو بده يهرب وين بده يهرب بده يشرد وين بده يشرد يعني, يعني مثلا كيف هذا الولد برضو. كيف الولد م. هذا شو بده يعمل بدك تكون داري مثلا هذا بيفكر يا الان بيفكر الصوره بيفكر كيف يروح يغرز العلم هذا يثبته بين الشبك في شبك هنا هذا سلك شائك ايوه سلك شائك واضح ف... علمينه على يمينه وعلى الشمال انا لما شفته برا لما شفته برا حامل على مجاي اجراي باتجاه الحدود عرفت انه هذا بده يروح يغرز عند أك... اقرب نقطه بيقدر يوصل لها فانا جريت ورحت طبعا هذا المكان خطر ان انا اوصل له بس احيانا بدك يعني تدرس مدى طبعاً. توازن ما بين صورتك وما بين الحفاظ على حياتك كان ماشي كان هنا انا بقدر اوصل ووصلت اخذت الصوره خلاص هنا هنا انت قدرت تعرف انه شو اسمه تعرف امكانياتك وتجهز وتجهز المسرح بما يتناسب مع صورتك يعني طيب في الحاله دي ممكن استاذنك برضو تقول لنا ايه انواع العدسات اللي بتستخدمها في الحالات اللي زي كده؟ والله انا بص اذا بدنا نحكي عن العدسات لازم يكون في حاجه اسمها ستاندر وفي حاجه اسمها للنقطه الفنيه اللي اللي بدك ترسمها بدماغك ستاندر عندنا عدسه اسمها 16 35 صارت الان موجوده في الصنية موجوده ب... بكانون موجوده ب... بنيكون بكل ال... ال... العدسات موجوده 16 35 نحن شو بندور اول شيء بندور على صوره الوايد الواسعه وبعدين بنصير نقص نعمل كلوز بالصوره اقرب الاهم عنا شو هي الوايد لانه المسرح لازم يبين معك في ال... في بعض الصور انا ما بحكي في كل الصور بدك يبين المسرح بدك صوره وايد بدك صوره واسعه تمام؟ تمام يعني بالبدايه بدنا نبدا نشتغل على عدسه اسمها 16، ال 16 هذه بامكانك تقرب العدسه بتصير 24 ولكن الافضل انك انت تاخذ الواسعه وتقصها طيب مش تاخدها 24 ونبدا نعدل عليها، لا الافضل في الحالات الاكشن نيوز اللي الـ 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 زي هيك يعني أيوة. لازم ناخد الصوره واسعه تمام فاحنا بنتكلم في عدسه اساسيه طيب. 16 35 والعدسه بقى الاكسترا اللي معاك بتكون ايه؟ ال 70 200 تمام ايوه علشان ما تفيدش محن... زوم مظبوط الصوره هذه اقول آه. لك الصوره هذه تفضل الصوره ضمن الباكيج اللي قلت لك عنه لسوني الآن هذه الصورة قنابل غاز بالعشرات كانت تتساقط والغيمة اللي نحن فيها هذه هذه غاز غاز مسيل للدموع طبعا وغاز طبعا انت عفوا عفوا برضو سؤال برضو يعني في في اللي زي كده هل انت بتبقى لابس غاز ماسك ولابس ملابس ما معينة ولا بتبقى والله احكي لك بصراحة احيانا بتكون لابسها احيانا ما بتستدرك تلحق يعني تلبسها لانه أوكي. هي بما يعني هي معموله لفتره مؤقته تخلص منها شغل وتشيلها لانه بتنقص عليك اكسجين يعني لازم ترفعها شوي وتعود تنزلها بس بهذه اللحظه بصراحه انا ما كنت لابسها لانه ما لحقت انزلها حتى لو بدك تنزلها بدها تروح عليك الصوره هذه الصوره علشان تصور انت هذه الصوره بالنسبه لي كانت عقده احاول احاول مش راضي اتصور ليش؟ لانه هنا في داخل الغيمه ما في فوكس الضوء علشان تاخد فوكس. فرحت حولت يعني وانا جو الغيمه هذه رحت حولت العدسه مانيوال وصرت اصور فيها مانيوال تخيل يعني عاوزين عاوزين نقول برضو ان انت حولت العدسه من اوتو فوكس لمانيوال فوكس بالضبط علشان هان هنا ما فيك تاخذ فوكس بهذه اللحظه. أوه. يعني بمعنى الكلام انه الميدان بيفرض عليك اعداداتك للكاميرا مش بس كمان انت رايح واعداداتك جاهزه وخلاص لا احيانا الميدان يعني الحدث نفسه هو اللي بيفرض عليك اعداداته انا بشتغل أنا مش مانيوال انا بشتغل على الاي في يعني بثبت فتحه العدسه وبتحكم بالحاجات بتحكم بفتحه العدسه والكاميرا بتتحكم في الحاجات الثانيه أيوة عشان تلحق مش تلحق طبعا كل مره تظبط سيتنج بتاعك الاحداث كثير ولكن هيك انت بالحاله هذه انت متوسط ما بين مانيوال وما بين اوتو شغال تمام يعني انا شغال على الاي في، الاي بثبت بس فتحه العدسه على 2.8 والكاميرا بتتحكم في الحاجات الثانيه ليه بتصور على ليه بتصور على 2.8؟ ليه؟ على اساس انه اقرب السبوت التارجت تبعي اقرب للشاشه يضل في فاصل بسيط بينه وبين الخلفيه لانه 2.8 بتسوي شويه عزل يعني ما ما بتعمل عزل كبير بس بتعمل عزل لكن ما بيبقاش كل الناس اللي في الصوره عندك فيهم في الفوكس مش مهم انا بص يعني الناس احنا بعيدة احنا بنسال هي عمال احنا, احنا بنسال حضرتك عفوا انا بسال حضرتك عشان نستفيد يعني انا عمال بحكي يعني تمام طبعاً. انا بوضح لك وجهه نظري طبعاً. انا طبعاً. لو لو كل الموجودين بالصوره فوكس راح اقتل راح اخلي شيء على حساب شيء يعني إيه لو انا خليت كل الموجودين فوكس بصير انت مشتت مين التارجت تبعي او مين البطل في القصه بتاعتك مين البطل القصه تبعتي في اللي في الصوره بس لما انا عامل فوكس لشخص معين بدي عينك دايركت تروح عليه ما ما تفق... تقعدش تفكر انه انا مين اللي بدي اياه في الصوره صحيح دامة. صحيح تمام هذه من من الصور اللي انت ما بتقعد تظبطها يعني هذه وليده اللحظه ايوه آه، هنا عشرات قنابل الغاز وفجاه ظهر لي الشاب هذا لو ما معك كاميرا سريعه أنا الكاميرا اللي كانت معي بتاخذ 11 فريم بالثانيه م. لو ما معك كاميرا سريعه ما بتلحق هيك صوره يعني او بتلحقها بكون هذا قرب عليك كثير بس بالشكل هذا هذه وليده لحظه وما بدها اي يعني فلسفه من المصور غير انه يكون جاهز طيب انت وانت بتصور الاحداث دي هل بتكون معك اكثر من كاميرا لا 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 كاميرا الوايد كاميرا والكاميرا الثانيه الزوم يعني انت معك عدد كاميرتين واحده مركب عليهم 16 35 والثانيه مركب عليهم 70 200 بالظبط صح كده تمام تمام أو هذا هذا الصوره حكايه يعني الشاب هذا اسمه عائد شاب كتير بسيط وشاب طموح كان بيشارك في مسار العودة طبعا أنا كنت بعيد عنه هذا سبعين ميتين هذه العدسة أيوة أنا كنت بعيد عنه بس شايفه عامل توازن ما بين إنه رافع العلم وما بين إنه بقذف بالمقلاع شيء يعني بصر بصراحة ما يعني مش الكل بيقدر يسويه وهو شاب صغير هذا الآن أنا من بعيد مش مش لاحق أقرب منه عشان أصير جنبه لأن لو صورته هذا من تحت أفضل يعني لو صورته بمستوى أنا أوطى منه بيكون أفضل إلي يعني بيطلع يعني شموخ أكبر من من الشاب على الشاب نفسه لأنه لو صورت أنا من تحت بعطيه مكانة أكبر تمام أنا ما لحقت أص... أصله بس اول ما شفته صرت احاول اصور على 70 200 اللي هي الزوم وطلعت معي النتيجه هذه طبعا هذا بناء عليه الجارديان كانت مختارانا في 2018 ضمن افضل خمس 2019 ضمن افضل خمس مصورين وكالات اعمالهم اثرت على العالم يا سيدي انا انا بخ... انا بختارك اهو اسماعيل توك من احسن مصورين صحفيين في العالم من غير الوكالات ومن غير الكلام ده كله الله يبارك فيك بس كان الصوره هذه اثر كبير يعني بفضل ربنا كتير كان لها انتشار واسع لدرجه انه قرنوها بلوحه فرنسيه اسمها حريه الشعب هي يعني لوحه رمزيه رب. رهيبه ايوه مشهوره جدا في فرنسا فكانت اسمح لي, لي. بأ... بأ... اسمح لي اخذ بعض المشاركات من ال... بأ... اصدقائنا اللي بيشاركونا الفنانين ابراهيم نبيل بيقول له الله يسلمك الله يسامحك الله يسامحك انت يا ابراهيم يا بخيل مش عاوز تقول لي معلومه واحده الفنانه ناهد اسماعيل بتقول لك واكيد العدسه بتتاثر طبعا العدسه والكاميرات اكيد بيتاثروا يعني بس هو شغال في وكاله فما عندوش مشكله هم اللي بيجيبوا له الحاجات دي حضرتك إيمي امي بتقول لك طيب هل لنجاح الصوره الصحفيه ضروره اني اقرب من الخطر ولا الافضل استخدم عدسه زوم وهل الافضل اني ابين تفاصيل والدمار ولا الصوره العامه افضل اعتقد هو مصطفى انا السؤال ده وشرحه بس لو يحب يشرحه تاني طبعا دكتورنا احمد ثابت بيقول الرائع مصطفى حسونا عندي واحد من افضل المصورين الصحافيين على الاطلاق هو بالحقيقة مش عندك بس هو عندنا كلنا ولهذا هو مشرفنا النهارده في اسماعيل توك إيمي بتقول لك صوره رائعه وهبه عبد الكريم بتقول لك ما شاء الله وناهد اسماعيل بتقول لك رائعه فعلا أه رائعة فعلا ودتنا طاقة طب الحمد لله رب العالمين أحمد ثابت بيقول لك حقيقة مصور صحفي عالمي والغريب أنه مش معروف عربيا أه هو بالحقيقة يعني مش مهم المعروف ما بيت يعني, يعني لا لا هو طبعا للأسف أنا إن ما السوشيال ميديا والحاجات دي من أنا بالغف يعني هو أنا آسف يعني أنا هو اسمه مصطفى حسون عارف لو هو لو هو واحدة بتطبخ اسمها أم حسونة كان هيبقى عنده 100 مليون فولورز يعني لكن انت اهم حاجه القيمه اللي بتقدمها اه ودي اهم أوه. حاجه مش مهم الانتشار والحاجات دي وانت في بزو. قلوبنا يعني انت وكل اهل فلسطين الحبيبه وصف. الله يخليك الصوره دي صوره ايقونيه اه وانا هستاذنك تبعت لي الصوره دي بكواليتي كويسه عشان انا الحقيقه يعني ما احب جهزين. ان انا احتفظ بيها يعني ولا يهمك جاهزين بنستكمل برضه حضرتك تشرح لنا الصوره دي من فضلك من نفس المكان اه هذا بس بين ال يعني الدخان تبع الـ اطارات الـ الكوشوك طبعا احنا انا وضحت انه ان احنا بيولعوها لانها تعمل غيمه وتسوي تغطيه او تحجب الرؤيه يعني تمام تمام أوه. طيب نيجي بقى انا في الحقيقه يعني وانا بختار الصور آ... ب... يعني استبعدت كل الصور اللي فيها يعني آ... دماء وكذا لكن أنا أعتقد الصوره مصعب. دي برضو صوره صعبه لكنها صوره رمزيه يعني آ... عاوزك تكلمنا مش... عن الصوره دي ب... باسهاب من فضلك اذا سمحت دي أس... آ... المكان هذا اسمه المخيم البريج انا بكونت بمكان قريب من هذا المكان بالحرب هاي يعني ببدايه الحرب كان الجيش عشان بيدد... كان الاحتلال بيدعي انه في شخص مطلوب كان ممكن يدمر حي سكني كامل وفعليا هذا اللي صار هذه المنطقه اسمها مخيم البريش اه قصف اكثر من يعني انا اللي شفته بعيني بهذا المنطقه في 12 بيت 12 بيت نسف ونسف كلهم مره واحده 12 بيت لدرجة انه ما حدا عارف مين اللي له من الشهداء. يعني بتحكي عن اعتقد جابوا من هذه المنطقة جابوا حوالي 120 شهيد وعشرات الاصابات. انا كنت قريب من هذا المكان لحظة الاستهداف، اول ما اول اول ما دخلت كانوا بتعرف كل واحد بيدور على اللي له يعني وين اولاده وين و... اللي اللي موجود في البيت اليمين لقى اولاده في البيت اللي في اخر الشارع مثلا والعكس من شدة الانفجار. فهذا الراجل بعد عناء لقى احد ابنائه وهيك شايف كيف حامله بحاول يوديه الاسعاف لانه خلص هو اصلا مستشهد الطفل يعني بس هول المنظر الصوره مصغره عن حكايه كبيره المكان بتحكي عن 12 بيت متلاصق مدمرين مسح ممسوحين كلهم كانوا فيهم ناسهم يعني كلهم كانوا عايشين ناس جواتهم هذه الصورة مصغرة لحجم مصيبة ضخمة مهما مهما توصف في الصور ما, ما بتوصف حقيقة الواقع بأي ذنب قتلت هذه الصورة قديمة من 2020 بتعرف الكارة اللي يعني أيوة. شوف العربية الكارو اللي بيجرها حصان أيوة. أو حمار الله ينور عليك يعني اذا هادي ما سلمت آه. <applause> فما بالك في الناس هاي هاي يعني لراجل يعني بسيط جدا راجل بيجمع قمامه أيوة. فاستهدفوا الجيش استهدفوا الجيش وقتلوا هو واللي كان معه والحصان نفسه فمن هول المنظر يعني فهذا الراجل عمل بيصرخ يا رب يا رب طبعا طبعا ايه هادي ب 2021 يعني بسيطه الصوره بس شوف كيف الام جابت ابنها يعني كيف محتضناه هذول مخليين بيت انقصف جنب هذا بس البيت اللي جنبهم انقصف مش هم فيعني نازلين من بيتهم بس انهم يفرغوا البيت وخلص لانه شعروا انه البيت جوا البيت ما في امان فطلعوا برا للشارع هذه بمسائر العودة 2019 اللي بالنص اللي عمالة تصرخ هي مصورة صحفية مصورة صحفية هذه اسمها أبو دقة مريم أبو دقة مصورة صحفية هي إجاها خبر استشهاد إخواتها وهي بتشتغل يعني وهي موجودة بيننا بتغطي عايشة بخان يونس مدينة خان يونس اجاها الخبر وهي مفعل الكاميرا بتصور الناس من من انها بتغطي الحدث صارت هي الحدث نفسه وفي الحالة الموقف اللي زي كده هل الصحفي المفروض يتعامل زي ما هي اتعاملت كانسانه ولا المفروض منه ان هو يحاول يتماسك ما و... آه. هو بص يعني مش انت اللي بتتحكم بردات الفعل لا انا يعني بتكلم بحكم خبرتك يعني يعني لا لا يعني شوف خلاص آه. موضوع مهنيتك ومهنتك وموضوع كبرتك آه. والكلام هذا بتحطه كله على جنب لانه لما الاشي بيصير إلك يعني بيصير يعني احنا شفنا بصير. احنا شفنا كبير مذيع الجزيره كان وائل وائل كانت يعني حصل طبعا او كان في الحقيقه يعني كان انت بتحكي عن راجل يعني للامانه اسطوره هذا راجل اسطوره هذا اسطوره فعلا يعني اعتقد صحيح. انه اللي هو الصبر والثبات اللي هو فيه يعني مش اي حدا حيكون مكانه ياخد بالك رده فعله لا لا ده ده ال ال الصبر والثبات اللي ربنا سبحانه وتعالى بينزله على قلوب بعض وننا. من الناس ده رباني ده مش انساني خالص يعني ابدا والله ابدا الله صح كلامك والله صح واحيانا الناس بتصحى من الصدمه بعد بعد الصدمه صحيح برضه صحيح ف تفضل هذا من دمار البيوت اه يعني انت شايف الخلفيه كيف يعني, يعني. انا شايف الدمار لكن أعتمد لكن إنه ابعد عن الصوره آه. النمطيه انه ماشي اوكي انا قادر احط الولد لحاله برا في الدمار بس عملت شيء له علاقه بالبوردر يعني بالحدود صحيح شوف هو هو طبعا تخرج من النمطيه يعني هو كل اللي يشوف الصوره طبعا يرى الدمار لكن انا كاسماعيل ارى الامل في عيون الاولاد والبنات دول ان شاء الله بكره هيبقى احلى بيهم ان شاء الله يا رب آه. دي برضه في مسيرات العودة هاي مسيرات العودة هاي الصورة الجنرال الواسعة يعني اه <applause> انت شايف كمية الناس الموجودة شايف من شوي سألت احد المتابعين انه يعني انت تعرض نفسك عشان تجيب ال... الصورة عشان تجيب الصورة وممكن يعني ممكن تعرض حالك للخطر شوف انت انت بالنسبة لك يعني انت حاكم نفسك بدك تراعي انه مش, مش الصورة مش أهم شيء بحياتك، لو راحت الصورة بتتكرر بترجع ولو راحت ورجع وما رجعت ما خسرتش كثير أنت، راحت خلص انتهت بس حياتك لو خسرتها مستحيل ترجع يعني بمعنى أصح أنه أهم شيء بدك تراعيه بدك تراعي حياتك ولا شيء أهم من حياتك ونقل الصورة و... ونقل الحقيقة هذا دور ثانوي جنب حياتك أنا بحكي عن تجربة شخصية الجهاد والمقاومة هذول لهم دور وأنت لك دور ثاني أنت أنت دورك تغطي وتنقل الصورة لو أنت اختفيت وعرضت حالك تموت عشان تاخذ هذه الصورة مين حينقل من بعدك هذه الصورة لا بنقل الصورة أقل دمار وأقل خطورة وبضلني عايش صحيح تمام يعني بالنسبة لي الأولى إن أنا أحافظ على حياتي إيمي بتقول لك هو أنت يعني عشان إنسان يحترف التصوير الصحفي في في حالة الحروب يعني هل بيحتاج إلى تأهيل نفسي قبل ما بينزل للأرض لا هو محتاج تأهيل بعد <applause> بعد الحرب آه, آه. أوكي <applause> يعني الصورة دي طبعا صورة مكررة ومعتادة يعني آه, آه مرأت كتير آه آه هذه آه. آه. آه من النزوح يعني الناس آه. اللي كانت عايشه برا بيوت يعني بكل بساطه بيتهم صار نايلون شايف ممر عباره عن ممر مدرسه هذا هذه آه. مدرسه هم أيه. راحوا جابوا نايلون ولفوا الممر تاع المدرسه طبعا كل عيله اختارت مكان ولفت وعملت فيه ما يشبه الخيمه علشان تستر نفسها من المطار من البرد من الريح فهذا الوقت كان في برد وريح السامح لي انا لفت نظري في الصوره دي عشان كده اخترتها حاجه تانية خالص في على يمين الصوره كده في الكورنر في ارجيله او بيقولوا عليها في مصر الشيشه ده صحيح وين كان صحيح انا والله ما انتبهت يعني كان يعني صحيح. ماشي ما هو, ما هو اخلى الراجل هذا اخذ كل لا شيء لا انا مش قصدي حاجه اصل انا شو شايف امبارح صوره برضو اهالينا برضو النازحين في لبنان برضه نفس الصورة دي برضه قاعدين ومعاهم الأرجيلة. واضح إن الارجيلة, الأرجيلة إدمان زي زي الدخان يعني أيوة أيوة. هو في نزوح ما في دخان في دخان. لا لا أنا 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 فاهم بس أنا بقول لك لفتت نظري يعني. ممكن والله أنتم عندكم أمل إيه. وطاقة وعزيمة تكفي العالم كله صحيح دي حقيقة. أه إيه المخيمات دي؟ <applause> يعني هذه البيوت اللي للأسف الجديدة تاعتنا يعني أنا بك كنت بواحدة من من هدول قبل ما أطلع يعني قبل ما أسافر كان لي خيمة مثل هيك هذه البيوت اللي الجديدة تبعتنا إحنا بالنسبة لنا كل اللي رحلوا من غزة إجوا يعني مثلا تقول على خان يونس بداية ما جينا خان يونس كان هيك هيك الخيم بدنا ننصبها بالشكل هذا فصارت البيوت الجديدة بتاعتنا مروى الشاذلي بتقول لك لقاء استثنائي صور عظيمه تنقل وتوفق احداث جثام ولا تخلو من كادرات فنيه رائعه شكرا لك يا شكرا شكرا اه الصوره هذه حكايه يعني لانه هاي الصوره آه. اللي فازت بالورد بريس فوتو طيب هي دي يا جماعه الصوره اللي فازت باكبر مسابقه في الكون بالنسبه لحلم لكل مصور صحفي الا وهي الورد بريس الورد بريس فوتو كلمنا على الصورة دي تمام اللي ب... اللي ظاهرة بالصورة هذه دكتورة اسمها بثينة والله مش فاكر بثينة شو عمرها 42 عام تمام تمام 48 عام 48 عام عمرها الدكتورة هذه بيتها على شمال يعني شمال على شمال الصورة أيوة بيقع بالدور الثالث يعني يا دوب مبين منه شيء تمام هي داخله في هذا في هذا المكان بتحاول تطلع اوراق يعني انا لما حكيت معها كانت بتحاول تطلع اوراق اوراقها الرسميه يعني هذه الدكتوره عايشه ببلجيكا ما بعرف لها حوالي 15 سنه موجوده ببلجيكا على بال ما عملت مستقبل إلها عايشه هي وبنتها وامها تمام في تمام. هذه ما عندها أبناء غير بنتها مزوجاها يعني متزوجة بنتها وعايشة هي وأمها بهذه الشقة بتقول إنه أنا كل اللي تعبت فيه يعني كل اللي عملته في بلجيكا وجيت هنا كله صرفته وظلت لي بس هذه الشقة والآن انضربت الشقة يعني أنا بالنسبة لي كل اللي عملته بنيته انتهى ربنا عوض عليها هذه طبعاً المنطقة اسمها مدينة الزهرة الـ الركام اللي مبين هذا عباره عن عشرات الابراج ابراج سكنيه ضخمه يعني م. كان في هذا المكان ما يقارب ستين برج مدينه سكنيه ضخمه وهي عمال بتمر ما بين الابراج المدمره اصلا وانا طبعا ممكن بقى بان راجل يعني صحفي قديم اقدر اقول لك ان الصوره دي هي انت تقدر تهد البيوت لكنك ابدا لن تهد العزيمه والاراده وهي خارجه من وسط الركام الى الامل والصوره تستاهل يلا ربنا يعوضها يعني. بريس فوتو هذا من اثناء التشييع في الحرب برضه آه. يعني تمام. من خلال لقطات من الناس كيف بتودع اولادها هذا آه. من اهم اللقطات تفضل الان اذا إيه حكينا عن الخطوره اللي تو كنت انا انصح انه ما حد يقرب للخطر إيه انا وجدت نفسي بالخطر فاستسلمت ان انا اخذ الصوره يعني انا صرت في الخطر ليش ما اخذها مم. الان مواجهة للدبابه تماما اذا شايف فيس فيس. ايوه 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 مدفع مباشره قدامك وهي سبعين 200 مش 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 بعيده يعني هذه قريبه صحيح, صحيح. الان هدول الاشخاص اللي موجودين في الصوره عباره عن مرضى كانوا موجودين في مستشفى الشفاء مم. لما الاحتلال دخل مستشفى الشفاء امر المرضى نفسهم انهم يخلوا طبعا المرضى معظمهم ما بيمشوا انت لو شفت في واحد هنا محمول حمل يعني واحد ثاني هذول كلهم مرضى ايوه ده عامل جراحه في ساقه وآ يعني والله انا مش تحديدا يعني شو عاملين مش عارف بس كمان في واحد وراء على على كرسي متحرك وراء خالص ايوه انا على كرسي متحرك المهم انه هدول مرضى الجيش امرهم انهم يغادروا من شمال القطاع باتجاه الجنوب وهي مم. الدبابات المنطقه الفاصله ما بين الشمال والجنوب مم. وكان الناس هنا بتروح عشان تجيب هدول المرضى وانا بصراحه يعني دخلت على اساس اني بدي اصور الاسعافات وهي جايه لقيت حالي ووصلت ما بعرف يعني انه انا غمرت ودخلت مكان خطر وصرت واصل خلص يعني لازم اخذ الصوره لانه صرت في المكان اللي مم. اللي فيه خطر الحمد لله ربنا نجاك الحمد لله الحمد لله نفس الشيء إيه هذه مجموعه ابراج مم. اسمها ابراج تيكا مدينه تيكا موجوده في منطقه اسمها جحر الديك مجموعه ابراج تم نسفها ايوه صوره مكرره للاسف اه وجه هذا الوجه الملائكي ارجع اقول تاني باي ذنب قتلت هنا في في الصوره طفله والله ممكن لو جبت الصوره اللي قبلها ممكن تكون تكمل لقصة هذه الطفله لا مش هذه لا 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 صوره قبل يعني امشي 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 كمان لا مش موجوده الصوره طيب اه تفضل هذا من نفس المكان نفس المكان okay. هذه صوره لو جيت في لها قصه ولكن مش في هذه الصوره ضباط شباب الدفاع المدني عمال بيشيل طفله نصها نصها مدفون لو هاي الصوره ممكن تجيبها لها قصه يعني طيب تمام انا استكمل الصور اللي معانا دلوقتي مش عارف ما شاء الله اه تمام في حدا آه. بواقي العفش اللي عمال بيحاول يطلعه من تحت البرج اه وهذا يعني كل واحد بيبحث على اللي له من وسط الركام هذا بي بيحاول اي حاجه اه اه يولع فيه النار نفس الشيء مجموعة لا هذا بنايات سكنية مش ابراج هذه نصيرات هذا لما بيقصفوا بيت واحد هيك بيصير. اه نفس الشيء نفس طبعا الشي. ظروف عمل الاسعاف بتبقى في ظروف قاسية جدا والله, والله آه. يعني آه. رجال الاسعاف رجال ابطال 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 صحيح دي احنا الصورة عرضناها قبل كده بس انا من حبي في الصورة جبتها مرتين <applause> هذه منطقة بغزة المدينة أوه. يعني الصورة ملخصة القصة شايف حجم الدمار كيف؟ اه واضح جدا اذا هي... المراكب أوه. ما سلمت يعني هيك حتى المركب مولعة ما سلمت هذا الناس بس, بس يصير قصف شو بتصير تحمل اقل أوه. شيء اهم شيء عندهم واقل حمل يعني شايف حاملة بس شنطة أيوة. صغيرة عاوز تنجو يعني حياتها قصر بس بالشنطة هذه بتكون حاطة فيها أوراقها حاطة فيها أهم شيء عندها وطالعة هاي كل اللي قدرت تحمله هذه من مسائر العودة حكينا عن مسائر العودة آه القنبلة ال ال الغزمة في, في, في الجو هي آه آه لسه جاية لسه <applause> جاية في الطريق لسه جاية في الطريق آه معاناة السفر عاد آه هذه شكل يعني الموت الصامت من اهم من اهم معاناه اهل غزه بصراحه كان معاناه السفر طبعا يعني قبل الحرب شويه كانت الامور سالكه يعني بس معاناه السفر انك تسافر من غزه طبعاً. كان اكبر اكبر معضله بالنسبه لنا دا الانسان لما بينقل من شقه لشقه جديده بيتبهدل انما ده بينقل حياته كلها ومش عارف رايح فين اه والله هذه الصوره الي إيه يعني انا موجود في الصوره في أيوة. مسار العوده يعني بامكانك تشوف كيف بتكون الايفنت الحدث وانت جواته هيك جواته شوف كيف بدك تركز تاخذ الصوره في هذا انت اللي, اللي لابس الخوذه دي يا أه مصطفى اه تمام صحيح انت لب... اه المشهد مهيب رامي. اه مشهد هو يعني مش عاوز اقول اكنه من فيلم سينمائي يعني من افلام ال الحرب العالمية الثانية لكن اه يعني هو ده صورة مصطفى وهو في وقت عمله بيبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. آه بيجري وبيقع وبيقوم ومعلب ولابس طبعا لبس تقيل عشان خاطر يعني يحاول يحمي نفسه مع انه ما بيحميش ولا حاجة. لكن آه يعني طبعا الصور اللي احنا شفناها دي مش بسهولة أبدا. هذه يعني شايف البنت هاي هذه الداخلة من هذا الحاجز اللي قلت لك عنه اه في الامتنان لربنا انه كيف انه كيف الحمد لله جلطت مرقت من عندهم وخلصت يعني الحمد لله الحمد لله هاي إيه. صورة قديمة هذا قصفه بيته واصر يعني فوق البيت يعمل الحفلة في الحقيقة الصورة دي هي هتكون آخر صورة معايا وأنا يعني تعمدت إن أنا أحطها كآخر صورة علشان يعني احنا برضو يعني في صور كتير موضوع الدم انت ما حطيتها اه انا ما حطيتش انا اسف طبعا يعني احنا ايه يعني الناس كلها بتشوف في كل الوقت بقى لهم سنه شايفين يعني الدماء في كل حته يعني برضه كمان مفترض انه ما في عليها رقابه انه تم لا لا مش مش رقابه ولا حاجه لا لا انا عاوز اقول يعني ان هي الفكره انا اقدر اوصل المعنى المطلوب من غير دم او كده يعني دي حاجه، الحاجه الثانيه انا بصفه شخصيه كاسماعيل انسان يعني ضعيف جدا جدا ما اكذبش عليك يعني بنهار من الحاجات دي فانا سامحني انا اسف. الحاجه الثالثه ان انا النهارده يهمني جدا ان انا ابعت برساله امل وتفاؤل وايجابيه. واحاول استلهمها من صورك وعشان كده اخترت الصوره دي تكون هي دي اخر صوره معانا. لإن أنا شايف في خلفية الصورة سامحني كنت أنا أشرح الصورة يعني. خلفية الصورة طبعا مدينة مهدمة مضروبة بالطيران وبالصواريخ وخلاص مفيش حاجة فيه. هو بيت واحد مش مش مدينة هذا بيت يعني واحد. البيت يعني كرمز يعني ورغم كده هو الراجل يعني الحياة لن تقف بيتزوج بالصواريخ. وعنده أمل بالصواريخ. في بكرة وعنده أمل إن ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله. هذا يعني على لسانه يعني. كان من طبعا. لسانه انه ايش يعني قصفته بيتي مش هتجوز طب والله لا تجوز <applause> فهي ده ده اللي احنا يعني دي رسالتي اللي انا بحاول اوصلها دايما ان في عز الازمة لازم نشوف أو يعني امل في عز الضلمة لازم نشوف طاقة النور بزيزي. وعشان كده انا اخترت الصور دي بناء على يعني رسالتي اللي انا بحاول اقدمها سامحني ان انا ما كانش فيه يعني دم او كده النهاردة آه لا التي لا. آه طبعا. آه طبعا. يعني اه انما انت النهارده احنا فاضل لنا يعني خمس دقائق بس انا عاوز, عاوز صراحه عن زملائي اللي موجودين في المدهة. انا عاوز اقول لحضرتك اه عاوز كنت عاوز اسالك انت النهارده خرجت وفي كتير خرجوا لكن في في ناس ظلت باقيه هناك يعني ايه ايه وضعهم كالصحفيين والمصورين وكمان وضع الناس دلوقتي ايه؟, إيه ما نعرف يعني. يعني شوف. اتفضل حضرتك. اول شيء انا معاناتي بسيطه مقارنه في معاناه ناس موجوده لحد اليوم يعني لانه طول ما انه انا خلصت وطلعت يعني خلاص انتهت المعاناه بالنسبه لي معاناه اللي, أنا أنا اللي انا كنت بعيشها بس انا الان بعيش معاناه ان انا بتابع اهلي موجودين هناك بال بال بالواقع يعني بال ب... ب... وانت عايش الحدث بغزه الحرب هذه قتلت كل شيء دمرت كل شيء ولا ضل اي شيء تقدر تستطيع انك تقول عنه مقومات حياه يعني أنا بالنسبة إلي كان بالنسبة إلي أكبر هاجس وأكبر معاناة إنه كيف أقدر أستطيع إني أأمن لعائلتي مأوى. الأمان هذا بيضربنا ربنا لأنه وصلت لمرحلة لا خلاص ما في مكان فيه آمن، بس إنك تأمن لهم مأوى هذه المشكلة. أول ما صارت الحرب نزحنا من مكان لبيت عمي يعني. ومن بيت عمي رحنا لبيت اخو زوجتي من اخو زوجتي لبيت نسايبي بعدين نقلنا على جنوب الجيش صار يضرب بجنون في مدينة غزة فاضطريت ان انا اروح اشتغل بالجنوب كان تخطيطي بالجنوب فاضطرينا نروح على الجنوب فالان كيف بدي اجيب عيلتي على الجنوب صار انا رحت الجنوب وظلوا هم محاصرين بغزة بعد تقريبا عشرين يوم استطاعوا انهم يجوا للجنوب فتح الجيش ممر انه يسمح للمدنيين يجوا على الجنوب اجوا على الجنوب وصار عندك برضه مشكله انه كيف توفر لهم ماوى في الجنوب تمام, تمام. ماوى ومكان يعيشوا فيه كيف بدك توفر لهم طعام الان انت ما بين خيارين خيار انك انت تقضي يومك بالكامل تبحث عن عن ماوى وتبحث عن اكل ماكل ومسكن للعائله وما بين انك بدك تشتغل فهذا أكبر تحدي بالنسبة لك ولكل الصحفيين الموجودين في هذاك الوقت تمام لكن أنا بفضل ربنا قدرت أني أطلع يعني اليوم معاناة الشباب الموجودة مش بس أكل ومأوى وخوف ورعب واستهداف اليوم معاناتهم أكبر من هيك أكبر من أني أقدر أوصفها يعني بمعنى أنه وصلوا لمرحلة مش في أسنين بس محبطين الفرق ما بين يأسان ومحبط انه ما اليأسان خلص ما راح يستمر في عمله بس المحبط لسه مستمر في عمله وشايف انه النتيجه ضئيله لكن مستمرين اليوم لا لا مقومات حياه ولا عنده انترنت ولا عنده شرب ولا عنده اكل ولا عنده بنزين سياره عشان يتحرك ولا عنده مأمن انه ما, ما يعني ولا عنده سموها ستاره الوقايه اصلا ما عنده صار ولا بتنفعه بشيء لو عنده. فاليوم معاناته بالنسبه لصحفي موجود بغزه ما بتوقفش عند اكل وشرب، اكبر صارت من هيك، اكبر من انك توصفها بكلمات يعني بسيطه تحكي انه خايف على حياته صارت اكبر من هيك بكثير، هو بس هم اليوم يوصل هذه الجزئيه اللي بدي احكي فيها انه صار همهم فقط انه هذا الصوت لازم يضله مستمر، هذه الرساله لازم تضلها واصله تمام. وبيدفعوا ثمن يعني عشر أضعاف الاشي اللي بياخد ثانية بياخد معاهم دقيقة وبيأخذ معاهم عمر علشان يقدر يوصل للعالم شو اللي بيصير وإحنا من خلال منبرنا المتواضع طبعا نتمنى نكون النهاردة قدرنا نوصل صوتهم من خلال حضرتك قبل ما نأخذ وعملهم هذا اللي, طبعا. فوق اللي فوق روسنا طبعا قبل ما اختم حضرتك دعاء بتقول لحد دعاء بتقول حضرتك من قلب الالم يولد الامل نجوى محمد بتقول لك ربنا يحفظك وعلى انستا احمد حسب الله بيقول لك ابو المجد مدرسه تصوير ونشوفك على خير يا انا بشكر حضرتك جدا على تشريفك ليا النهارده سعدت بيك جدا يا مصطفى انا اللي سعيد وب... بيك والله وبشكر وبنثني ويعني على كل الصحفيين المصورين وكل اهلنا كلهم وان شاء الله باذن الله تعالى المره الجايه نسمع يكون فيها اخبار كويسه والامل موجود احنا دايما عايشين بالامل وبالتفاؤل وباذن الله ربنا سبحانه ان شاء الله يا رب ربنا موجود بشكر حياتك جدا وبشكر حضراتكم لوجودكم معانا النهارده ونلتقي باذن الله تعالى الاحد القادم التاسعه مساء بتوقيت القاهره في اسماعيل توك وحلقه جديده من بيوند ذا فريم شكرا جزيلا اترككم في امان الله